في رمضان الفطور في بيتي يا بنات. اوه للاسف ما اقدر اجي معكم. افا ليش بس؟ لا بس ما لي خلق اجي. I dare you to fix me. No stranger to pain. شو رايكم كل واحدة فينا تجيب طبق بدل ما تطبخ امك وتتعب؟ تمام، انا بجيب قطايف وبسبوسة غالية اعلى من مستواكم بقليل. خلاص كل واحدة تجيب على كيفها. اوكي يا ربي محتارة وش اجيب معاي. لا ما يحتاج تجيبين شيء، اصلا انت مو بمعزومة. روحوا غرفة المدرسات يلا. ما في تراب نصايم القائمة. اللهم اني صائم. بس طلبت لهم ثاني أحلى ورق عنب بالدنيا، مو بماكلين أصابعهم وراه. يا ساتر من هنا الحزة. هلا نورا، جبت معي ورق عنب يجنن شوي. إيش هالصدفة أنا وياك ورق عنب؟ قديش تفكيرنا متشابه. شكل عشان صديقات طفولة. بنات جبت ورق عنب يكفي الحارة كلها. ثلاث صحون ورق عنب؟ واخي عن وجهي يا القردة، لا أفطر عليكي. تراني ما جبت شيء عشان بسوي دايت. طب ليه جاية تفطرين معنا أجل؟ عشان أراقبكم لا تأكلون قبل الأذان. طيب بنات شو السالفة؟ كلنا جبنا ورق عنب. خافي عصبوني البنات اللي دروا. لا عادي ترى كلها ثلاث صحون، ريلاك. ولا تنسين هنوف قالت بتجيب بسبوسة. هاي بنات زي ما وعدتكم رحت المحل حق البسبوسة الغالية مرة. شفتي قلت لك هنوف. بس في آخر لحظة شفت المحل اللي جنبه يبيع ورق عنب أغلى منه وشريتها. بنيت انا ما جبت شيء، اسفه نسيت. صدقين والله احسن على الاقل ما جبتي ورق. امزح مفاجأة، جبت ورق عنب ما حد منكم توقع هالمفاجأة صح؟ بنات سويت لكم احلى كبة وسمبوسة والقيمات. حماس اخيرا حلب تنقذنا. بس للأسف زوجة ابوي اخذتها عندها هزيمة. فكوني اروح افقع وجه مرة ابوك. لا خلاص لقيتها جايبة ورق عنب للضيوف وسرقتها منها. مين داعي علينا اليوم؟ كلهم فوزية وجه النحس. رالت عليكم انتم عفضاكم، المفروض كل واحدة حددت وش تجيب مو بتورطني معاكم. بعدين ترى تو ما اذن المغرب. اللي اذن بالإمارات الحين. نورا هذه صديقتي حصة اللي كانت معي بالروضة، انقلت مدرستنا قبل كم يوم. أهلا، إن شاء الله تعجبك مدرسة الفاشلين وتصيرين فاشلة زينا. آمين حبيبتي، من فشل الفشل إن شاء الله. الحين لو صرنا ناجحات تتوقعون المدرسة تعاقبنا أو تطردنا؟ 100% بيطردونا عشان ما نخرب سمعتهم اللي بنوها سنين. أو يمكن يخصمون منكم درجة أو درجة ونص. والله إني نكتة أضحك. يا جماعة الحقوني، لك عيسى الحقوني. لازم نحذرك يا حصة من مدرسة اسمها فوزية. لا تخلين أبوك يجي ياخذك من المدرسة لأن لو شافت بتتزوجه. أخ بطني عورني ما أكل كنتاكي أنا، بروح الحمام خمس دقايق. يالله عليك يا مايكي زنجر، بس تستاهل ما عليك. لحظة بتخليني لحالي مع صديقتها؟ لحظة طيب صبري خلني أروح معك نسولف. سلامات وش تقولون تسوون؟ سولفوا مع بعض لين أجي. اوف شو اسوي ما اعرف افتح سوالف مع الناس. الموضوع سهل يا نورة، سولفي عن اي شيء. اي شيء. حسبي الله عليك يا هديل، كان علمتيني قبل تروحين عشان اجهز سوالف. فكر يا مخي فكر، لا تسحب علي ارجوك. يا ربي ايش نسوي؟ اكيد البنت لاحظت انك متوترة وما عندك سوالف. عما ابغاك تديني مو تزيد الموضوع. جدار المدرسة حلو صح؟ وش السالفة مالت علي؟ بس يلا على الأقل جبت سالفة. أوه هذه ملاك، خلينا نديها عشان تسولف معنا. هاي ملاك تعالي بقولك شيء. فشيلة ما طلعتني أنا ناقصة. الوقت المالي يتوتر زيادة، لازم أطلع قدراتي الاجتماعية. نورة تحبين الله؟ إيه شكرا. وش ذا الغلطة، ما عندنا سوالف واضح والوقت موقف ومو براضي يمشي أبد. بنات شفتوا جوالي ولا لا؟ أخيرا رجعت، اشتقنا لك مرة. أرجع من وش توي ما رحت الحمام، بس جيت تاخذ جوالي نسيته. لحظة يعني كل هالوقت اللي فات كانت بالطريق للحمام بس؟ خذوا راحتكم سولفوا، شكلي مطولة بالحمام. كم كان عمرك يوم ولدتك أمك؟ سنة ونص. وش تحبين أكثر؟ أصابع يدك اليمين ولا اليسار؟ أصابع رجلي. بنات
أمس واحدة بالسوق صورتني وأنا مدري، وقلت لها هي هي حبيبتي إذا أهلك ما ربوك أنا أربيك. والله جد قلت لها كذا؟ لا يعني قلت داخل نفسي، بس صدق بغيت أقولها. يعني نص السالفة صارت بمخك. واو هنوف دايما تصير لك سوالف أكشن بحياتك. لأنها تحط بهارات بكل سوالفها. أخ يا الله يا كثر اللي صوروني إذا رحت السوق. طيب عادي أكمل كلامي. ليش تتوقعون؟ جاوبوا، تتوقعون عشان ممكن أكون جميلة مثلا أو ملفتة أو ممكن كلهم مع بعض لأن لاحظ أحسك تكلمت كثير. تبي موية تبلين ريقك؟ لا شكرا ما أحب طعم الموية. بس الموية ما لها طعم. إلا طعم الموية موية. المهم طيب خلاص خلنا نروح نشتري أكل من المطعم وناكل قبل تخلص الفسحة، ترى ما يتجوع. يليل أم بطنين خلاص لحكين بكرة الأكل، سوالفي فلا أكثر. يا ربي إيش ذا العلة، كل سوالفك إن الناس خق عليك. صح على طاري علة، تذكرون الطلبة علة يوم تغني لك اليوم؟ تعرفون بنات لو صوتي حلو زيها كان والله ما أسكت وطول الوقت أغني وأتكلم. على أساس أنت ساكتة طول الوقت قاعدة تتكلمين؟ بنات وش ذا التعب يا ربي، أبي موية أبي أكل جوعانة، حلقي نشف وأحس بدوخة ولا أتكت وتنميل برجليني وزغللة بالعين ورشفة بيديني ورشة كتمة وقليل من الرجفان. سبحان الله قبل رمضان ما تجوعين وتنسين الأكل والموية طعمها خايس، وبرمضان أول دقيقتين كل هذا جاك حاشا. صح على طاري رمضان فاتك الزينة والأنوار اللي شريتها للبيت، تخيلي كنت بطلبها من برا لكن بالصدفة لقيت محل يبيع نفس الأشياء، لكن تقليد بس تقليد حلو عرفتي يعني درجة أولى، يعني غالي شوي بس مو بمرة واو. لا خلاص ارحمينا.